مد رجلك على قد لحافك، يعني اعمل بقدر ما تستطيع، لا تعد بما لا تملك إلا بمخالفة ما كلفت عليه. أنا الله يعيذنا من قولت أنا أو ثامر المطرود اللي الآن شايب متقاعد يدير مزرعة فيها الخير والبركة، عندي عدة أبناء عدة بنات ولله الحمد، مستقر اجتماعيا مستقر إلى درجة ولله الحمد، الدنيا لا أرجي من أحد شيء، ولكن ومع ذلك أنا ماد رجلي على قد الحافي على مقاهي الناس، لا يموت الذيب ولا تفنى الغنم، قايم بواجب ضيوفي، أقدر العاني اللي يمر يسلم علي لو خطمه لو خطفه، يعني مع الناس الحقيقة حريصا على أن أحافظ على كل صداقاتي ومعارفي مع جميع البشر، حتى اللي أحمل له يعني عدم رضا، ولكن إذا عنالي أو خطم علي ببلدي أحطه فوق رأسي يعني، وهذا شعار نقله نتوفر عند كل الناس.